نتعلم بهذا الفيديو كيف نطلع كشف ومعلومات عن الحساب في جهاز الخدمة الذاتية البنكات حتى نكون متابعين دائما لحسابنا. أجهزة الخدمة الذاتية موزعة في جميع أنحاء البلاد وبتعمل كل ساعات الأسبوع. احنا بنفكر انه جهاز الخدمة الذاتية البنكات بنفع بس لسحب المصاري. مهم انكم تعرفوا انه ممكن نعمل بهذا الجهاز البنكات كتير عمليات ونوفر على حالنا تكاليف العمولات. يلا نبدأ. دخلوا البطاقة المصرفية اللي معكم لفتحة ادخال البطاقات. تذكروا تقدروا في اي مرحلة انه توقفوا العملية عن طريق الضغط على زر الغاء. دخلوا الرمز السري بهاي المرحلة وانتبهوا انكم تخفوا الرمز السري باستخدام اليد الثانية. بحالة انه ادخلتوا رقم سري خطأ حاولوا كمان مرة. تقدروا تحاولوا عدة مرات، واذا بدكوا ممكن تلغوا العملية. رح تخرج البطاقة من فتحة ادخال البطاقات. بعد ادخال الرقم السري رح تصلوا للشاشة الرئيسية لجهاز الخدمة الذاتية البنكات. تقدروا تتبعوا معلومات بمواضيع مختلفة وحتى 4 أشهر سابقة. رح نركز في هذا الفيديو على إصدار معلومات تتعلق بالعمليات الجارية في الحساب البنكي. اختاروا من القائمة زر عمليات أخرى. اضغطوا في الشاشة اللي بعدها على زر طباعة معلومات. تقدروا الآن تختاروا نوع المعلومات اللي بدكم تحصلوا عليها. كشف الحساب، تفاصيل التوفيرات، تفاصيل دفعات بطاقة الاعتماد، قيمة ملف الأوراق المالية، تركيز الأرصدة اليومي أو لنهاية العام. اضغطوا على زر عمليات في الحساب. في الشاشة التالية رح تشوفوا تفاصيل العمولة اللي راح تدفعوها بحالة إنه كان في عمولة، أو الضغط على مصادقة عشان تنهوا عملية طباعة المعلومات. استنوا حتى إنهاء الطباعة وأخرجوا الأوراق من الفتحة. تذكروا أنه إذا واجهتكم مشكلة بأي مرحلة تقدروا تتصلوا بمركز خدمة زبائن بوعليم على الرقم 24003 أو على خدمة دعم الإنترنت على الرقم 24009 أو عن طريق الاتصال بموظف البنك بأقرب فرع. بدكم تتقربوا من العالم الرقمي؟ ابحثوا في جوجل عن بوعليم لعتمقود ديجيتاليت ورح تتمكنوا من التسجيل لدورات مجانية وتتمتعوا بإمكانيات التعلم والتمرين من البيت.